صديق ربما كانت لي في فترة بعد التواطؤات، ليس بمفهوم المؤامرة ولكن تواطؤات في مجال حقوق الإنسان وفي اقتسام مبادئ وقيم حقوق الإنسان. وكما قالت صديقة العزيزة رابعة الناصري، طبيعة الحال في نوع من التكريم، وخاصة بالنسبة للشخص لا أقول المكرم ولكن المحتفى به حتى لا نفهم شيء آخر، يعني لا بد من التفاعل بطبيعة الحال، وبالتالي أيضا ذاتية الشخص الذي يلقي الشهادة يعني تكون حاضرة، خاصة إذا عرف المحتفى به لمدة طويلة ويعني اشتغل معه، وكما قلت تواطأ معه في بعض القضايا. فيصعب علي كثيرا في الواقع أنني أن لي بشهادة كافية وتوفي حق الصديق الأعز إدريس اليزني. إدريس الذي عرفته ربما منذ ما يزيد عن 20 سنة بصورة عن بعد منذ تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعن قرب منذ يعني تقريبا 19 سنة، وذلك بفضل صديقنا العزيز المشترك الحبيب بلكوش خلال مسؤولياته بوزارة حقوق الإنسان كمدير لمركز التوثيق. واطلعت على كتاباته من خلال هذا المركز، ثم بطبيعة الحال يعني تعرفنا واشتغلنا بصورة مباشرة ومتواصلة بهيئة الإنصاف والمصالحة وفيما بعد بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وبما بعد في التواصل بيننا والتعاون بيننا، وهذا هو التواطؤ عندما كان رئيسا لمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتحملت يعني مسؤولية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لمدة 7 سنوات ونصف تقريبا. فلن أعيد ما قيل، وربما سيقال أيضا الكثير في الشهادات الموثقة والتي سيدلي بها أصدقاء عرفتهم عن طريق الأخ إدريس اليزني، السي كمال جندوبي والسي هاني مقالي وأيضا باهي الدين حسن إلى حد ما، ولكن يعني كمال جندوبي وهاني مقالي أصبحا صديقين عزيزين بفضل أخ إدريس اليزني. لكن ما سأقوله هو الخصال، كما تفضلت السيدة رئيسة قالت بعض الخصال بالنسبة التي يتميز بها السي إدريس اليزني، يعني أنا عندي واحد مجموعة الخصال متعددة ولم أستطع أن أتوقف في كتابتها، وهو بطبيعة الحال السي إدريس اليزني يتميز بشخصية منفتحة أوفيرت. أخت ربيعة الناصري تحدثت على أنه منفتح وأن يعني محيطه يعني الأصدقاء والصديقات يعني فيه تنوع وفيه يعني عدد كبير جدا، ثم أنه منفتح ليس فقط على الآخر ولكن منفتح على المواضيع التي تتطلب الجرأة، وذكرت مسألة المساواة في الإرث وأيضا قضايا أخرى، ولو أنها ابتدأت منذ مدة طويلة ولكن أعطاها يعني نفسا جديدا بالنسبة للنقاش، هي مسألة إلغاء عقوبة الإعدام وقضايا أخرى. إذن هذا أعتبره هذه خصلة منفتح. الخصلة الثانية هو أن إدريس اليزني يعني متشبث،
متشبت بمبادئ وقيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا. وفي الواقع ربما هذه المسألة المشتركة هي التي عززت صداقتنا وعززت تعاوننا، مسألة قيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا، وأيضا في سياقات متعددة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات جغرافية، خصوصيات إقليمية، خصوصيات حضارية، خصوصيات دينية، شريطة أن لا تتعارض وتتناقض مع الكونية. وكان لنا في بداية نقاش طويل في هذا الموضوع منذ أن تعرفنا واشتغلنا في خلال ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة. يعني وهذا التشبت في الواقع هو تشبت ليس فقط كي تشبت للنضال وتشبت لي، يعني احنا يمكن نتكلموا ناشط وفاعل في حقوق الإنسان، ولكن ما يتميز به الأخ إدريس يزامي هو أن، وهذا صراحة ما لا أخفي ذلك، أبهرني منذ أن عرفته، هو مسألة، وقال الأستاذ قبل قليل، مراوحته يعني بين العمل يعني النضالي والعمل الرسمي. أنا أقول أن هناك مراوحة، إذا كان ممكن نستعمل المراوحة أو التوفيق أو لا ميزا كونتريبيسيون، وأن السي إدريس يزامي يعني منفتح وتشبته يتعزز بانفتاحه على العلوم الإنسانية وعلى التخصصات الأخرى، وخاصة العلوم الإنسانية أو بالإنجليزية أحسن humanities، يعني التي هي التي تمكن، والفلسفة تمكن من فهم حقوق الإنسان، سياقها التاريخي، سياقها الحضاري، تطورها، معانيها. أيضا سي إدريس اليزامي شخص يعني مثقف، يعني فإذا كان غرامسي تحدث عن المثقف العضوي فهو فعلا مثقف عضوي، مثقف يستعمل يعني، واليوم نتحدث بالنسبة للتغيرات المناخية التي ذكرت السادة أنه كان في اللجنة المكلفة بالمجتمع المدني للمشاركة في الكوب 21 بمراكش. اليوم هناك نقاش حول أن يخرج العلماء والمثقفون المهتمون بالتغيرات المناخية والبيئة إلى الميدان من مختبراتهم، وهذا بطبيعة الحال خصلة سي إدريس يزامي نظرا لانفتاحه، يعني هو أنه بطبيعة الحال يعني لا يقوم ب يعني لا ريتونسيون للمعلومات للمعطيات وللمعرفة التي اكتسبها، فهو يعني يقتسمها مع الآخر. ومثال على ذلك أن خلال رئاسته المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصبح المجلس، وأنا قضيت بالمجلس ولايتين في صيغة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وأشهد بأنه المجلس الوطني في خلال ترأسه له يعني أصبح ليس فقط يعني معروفا من خلال مناقشة المذكرات الوطنية، ليس فقط بالنسبة للمسؤولين ولكن حتى بالنسبة للرأي العام، ومؤتمرات المواطنية التي كانت تنظم خلال ولايته والتي ساهمت بما لا يدع مجالا للشك في
دفعي بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان. سيدريس يزاني أيضا يعني متمكن غاية التمكن من القضايا التي يشتغل عليها ومنقب في عندما يشتغل. مثلا خلال هيئة الإنصاف والمصالحة كان له الفضل في العديد من المهام التي قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة وبشكل متواضع لا يتحدث عنه، وخاصة في القضايا التي تتعلق بالتاريخ وبالذاكرة وحفظ الذاكرة وبالتراث. وأنا لازلت أستفيد منه حتى ربما هذه مدة يومين حول حتى بالنسبة لبلدتي، يعني بالنسبة للتراث الثقافي للشاوية وبالنسبة للأفلام الوثائقية التي أشكره على أنه زودني بها. وأيضا سيدريس يزامي يعني ممارس ومتمرس، يعني صعب في الدول العربية، صعب في منطقتنا أن توفق بين مناضل بين النضال في مجال حقوق الإنسان وتحمل مسؤوليات رسمية وأنك تبقى على صبغتك كما يقولون، ولكن ذلك بانفتاح وبفهم دقيق للقضايا. سيدريس أيضا معتدل متشبك بأفكاره، ولكن هذه ليست مفارقة، ولكنه معتدل لأنه يستمع. يعني هذه الخصلة، خصلة الإنصات للآخرين للأخريات والآخرين، يعني تمكن من الاعتدال وتمكن بالتالي، وهذه أيضا مهمة، خصلة مهمة، هو أنه متريث. يعني التريث في اتخاذ القرار، في اتخاذ المبادرات، يعني بعد فهم يعني واستيعاب. وسيدريس يزامي أيضا، وهذا جاء ربما في إما في كلمة الأستاذ، هو مشجع، يشجع الأخريات وخاصة الشباب. يعني وموضوع محوري أساسي بالنسبة للمواضيع الأخرى التي قلت يهتم بها سيدريس يزامي هو أنه يشجع، ويشجع أحيانا حتى الكفاءات التي لا تزال بواكير ولا تزال في بدايتها. ثم سيدريس يزامي مجادل عنيد في قضايا التي يدافع عنها، يعني ويجادل بالتي هي أحسن، يعني يجادل بالأفكار وبالدلائل المقنعة، ولكنه عندما يتعلق الأمر بالمبادئ الأساسية البرنسيب فوندامنتو فإنه بطبيعة الحال لا يتراجع في ذلك. سيدريس يزامي أيضا مقنع كونفينكون. عندما تجلس مع سيدريس كيمكن تختلف معه. أنا شخصيا كان عندي في البداية بعض الاختلافات مع سيدريس في بعض القضايا، ولكن نظرا لي يعني انفتاحه ولقوة إقناعه بطبيعة الحال كنت أقتنع بمجموعة من سيدريس يزامي منهاجي في عمله، سواء يعني على مستواه الشخصي أو على مستوى المسؤوليات التي تحملها، لا في هيئة الإنصاف والمصالحة ولا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكنت أرى ذلك. سيدريس يزامي أيضا وجاف هذا متواصل مبادر، يعني البرون إنيشيتيف يستبق أحيانا، أيضا متضامن، هذا شيء مهم جدا،
متفائل ولو أنه أحيانا يعني كيكون بين التفاؤل والتشاؤم، وهو الذي يعني فتح عيني على يعني إيميل حبيبي يعني في كتابه Les aventures extraordinaires de سعيد le peptimist يعني لأنه في مرة من المرات سمعته يقول أنا وطبع الحال بإلهام من إيميل حبيبي أنا متشائم يعني بين متشاهوة في الواقع، ولكن لكن أرى ذلك وأقوم بتقييمه أرى أن كفة التفاؤل تمام. سيدريس ليزامي، وهنا سأختم حقيقة، سامحني بزاف لأنه في جعبتي يعني الكثير في الواقع، هاد الميمات كلها يعني اللي أنا ذكرت فيها مازال فيها كثير الميمات. سيدريس ليزامي أيضا بشخصيته القوية المقنعة المنفتحة هو مرهف الإحساس. سيدريس ليزامي تجاه القضايا التي صعبة بالنسبة للفئات في أوضاع هشة، وذلك لاحظته من خلال اهتمامه بموضوع، والذي قال هو أنه نظرا لتواضعه وانفتاحه قالها في مناسبة أو في كتاب، يعني أنه استفاد من الراحلين سي محمد الخضيري و السمية عمراني بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة بالنسبة للتوحد، وهذا في الواقع كان رافع فيه في مناسبات عدة. فقيل أن بالنسبة للقراءة بالنسبة للفن، أنا صراحة شخصيا عندما كنت ألتقي إدريس بباريس، وكانت لنا مهام بباريس عندما كنا ننظم باريس وبهولندا اللقاءات مع الجالية المغربية بهذه الدول لإعداد الرأي الاستشاري حول إنشاء المجلس الجالية المغربية بالخارج، أنه كنت دائما ما كان يوصيني به هو أفلام في السينما، ثم كان يأخذني إلى مكتبات لشراء روايات جديدة، وكان يزودني مشكورا حتى في حالة عندما أكون في وعكة صحية وماذا وحتى مرت هذه الشهر وقيلة يعني روايات يعني أقول كونية وروايات يعني تتطرق لمواضيع يعني التي هي في صميم انشغالاتنا. سيدريس رجل محترم ومحترم، محترم يعني هو موضوع احترام لحتى المختلفين معه في الآراء وفي يعني بعض القيم والمبادئ، ومحترم للرأي الآخر دائما، ومحترم أيضا للتراكمات في العمل الذي يقوم به. وهنا سأختم لأنه يعجبني دائما قول وترن في دماغي، وأنا شفت سيدريس كيفاش كيشتغل، كومون وكاين واحد التيرم كتستعملو صديقة عزيزة مع الأسف لم ألتقي بها اليوم، وهي الصديقة العزيزة أمينة المريني، يعني كانت تتحدث دائما عن ما يسمى ب لا ميتياليزاسيون دي زيفور، يعني ترصيد المجهودات وترصيد الإمكانيات. مع الأسف ناقصة عندنا وكتنقص يعني دائما تتراجع، يعني اللي مسؤول شي إدارة معينة يجلس وكأنه يبتدئ من جديد. فسيدريس يعني كان يحتفظ
على المكتسبات ويطورها تدريجيا. وهنا أختم بما قاله وأنا من القراء يعني je suis très admiratif de, même depuis le collège les Albert Camus و Albert Camus يعني حتى اشترك في موضوع وهو عقوبة مناهضته لعقوبة الإعدام. Albert Camus عندما حصل على جائزة نوبل للآداب وذهب إلى ستوكهولم لتلقي هذه الجائزة قال قولة وهي موجودة في اليوتيوب يعني الديسكور لأنه كان فصيحا حتى تدريس فصيح جدا وحتى في البداية بين قوسين كان في العربية يقول لي أنا لا أستطيع أن أتكلم باللغة العربية فصحى كان يدرج ولكنه أصبح يتكلم باللغة العربية ربما أفضل من بعض المعربين أو المعربات أيضا وهذا صراحة كل اللي كنقوله بشكل أولا كيأتي من القلب من الروح وأيضا بشكل موضوعي. ألبير كامي في هذه الكلمة التي ألقاها في حفل تسليم جائزة نوبل للآداب قال سأقولها بالفرنسية إذا ذكر بقى شوية قال chaque génération se croit peut-être vouée refaire le monde. Ma génération ne croit pas le refaire. Mais sa tâche est encore plus difficile, c'est d'empêcher que le monde se défasse. وهذه في الواقع قلتها الأستاذة ما الاقتباس اللي خديتي منه كان بني ملال راه تنطبق أيضا على نفسي. هذا المسار اللي فيه دي توربيون اللي فيه اهتزازات في العالم كله في مجال حقوق الإنسان هو مسار يتطلب هذا الواقع هذا الموقف. دريس أخي العزيز والأخوات والإخوان أولا كان خصني في البداية أشكر الصديقة العزيزة أخت جميلة السيوري وأيضا الأستاذ يعني ممثل شمال افريقيا الكرو المتوسطية لحقوق الانسان ومرحبا بك يعني وحنا عندنا برشا يعني نعرفوهم فلذلك اشكر جميع المنظمين على هذا الحفل البهيج لتكريم صديقنا العزيز ولهذه الشخصية يعني الفدة واقع ليس فقط في مجالات حقوق الإنسان ولكن في عدة مجالات وشكرا.